السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عددنا الإخباري لهذا اليوم، نسعد بتقديمه لكم من تلفزيون رشاد، وتتابعون فيه المخابرات تختطف كل من المناضلين طارق معمري ومحمد دعدي أثناء توجههما إلى ملعب 5 جويلية، وتتابعون في النشرة أيضا اختطاف المخابرات لممثل لجنة البطالين بالبيض وعضو من حركة رشاد ساعتين قبيل وقفة احتجاجية بالبيض. ودائما مع ملف الاختطافات، خاطفون يطالبون بفدية قيمتها 250 مليون سنتيم لقاء الإفراج عن شاب اختطف الاثنين الماضي ببني دوالة. بوتفليقة يعبر عن أسفه لعدم تمكنه من حضور مباراة نهائي كأس الجمهورية. إلى التفاصيل. تعرض المناضل الحقوقي السيد طارق معمري وممثل تنسيقية البطالين في العاصمة السيد محمد دعدي، تعرض هذا الصباح إلى الاختطاف من طرف المخابرات أثناء توجههما إلى ملعب 5 جويلية بمناسبة المباراة النهائية لكأس الجزائر لكرة القدم، وهذا على خلفية تخوف المخابرات من احتجاجات سياسية أثناء وعقب المباراة. الذي يقع اليوم على كل حال من اعتقالات في صفوف النشطاء والمناضلين هو دائما في سلسلة الإرهاب والترهيب، هو سلسلة في أن يتقمع الشباب في ممارسة حقوقهم. الشيء اللي يقع اليوم في عدة ولايات فقط، ماهوش في ولاية العاصمة فقط وإنما في ولايات متعددة منها البيض. على سبيل المثال لما نتكلم على قضية الاعتقالات في العاصمة والتي طالب الأخ طارق معمري، هو كان الآن عنده كان يحاول أن يدخل كأي مواطن كأي شاب لمشاهدة هذا المباراة ويمارس حقوقه. يعني في هذا الإطار هم كان عندهم معلومات مسبقة بأن هذا الاحتفال اللي هم يريدونه بطريقتهم كان سيتحول إلى احتفال آخر للشباب للرد على الشيء اللي راه ينقال في وسائل الإعلام من أن الشباب راه خارج مجال التعبير عن حقوقه وعن ما يريد أن يقوله. قاموا بعمل استباقية في اختطافه من أمام ملعب 5 جويلية. هذا كله في سلسلة معروفة، رانا عارفين أهدافها وعارفين إلى أين ستصل. هذا بالنسبة للأخ طارق معمري. الأخ محمد دعدي كان في قضية أخرى، وقضية هي أخطر من الشيء اللي ربما تكلمنا عليه الآن. الأخ محمد دعدي كمصور هاوي راح إلى النفق اللي موجود في وادي شايح وكان يصور في هذا المكان، وهذا هذا النفق يعني كاين تقارير رسميه حتى عند الاستخبارات حتى عند المسؤولين عندهم بان هذا النفق ممكن يسقط في اي لحظه. وبالتالي عندما حاول التصوير من الداخل ومن الخارج اعتقل، وربما لا ادري هل نزعت منه الصور او لا. ولذلك العمل تاع الشباب اللي الان راه يقوموا به هو عمل في اطار انه يوضحوا للراي العام واش الحقيقه. هذا بالنسبه للعاصمه. اليوم ايضا في ولايه البيض مجموعه من الشباب خرجوا للاحتجاج كبطالين، اعتقل منهم 3 أو 4. وبالمناسبه هذا النشطاء 3 غدا سيعرضون على وكيل الجمهوريه بتهمه التجمهر الغير مسلح والاخلال بالنظام العام. نقول باختصار ان كل ما يمارس على الشباب في هذه المرحله هو داخل في اسلوب الضغط، لكن الشباب عقدوا العزم انهم لن يتراجعوا وان هذه الحريات ستكتسب والشباب لن يتخلوا عن حقوقهم. اذا الصراع متواصل والعداله هي الان راهي امام الحقيقه، لابد ان تجيب عن كل هذا الممارسات القمعية. للتذكير كان لنا الأمس أيضا جلسة محاكمة ل 14 مناضل، وكانت هذه الجلسة تحولت من محكمة إلى محاكمة النظام. الشباب أمام القاضي وأمام الجمهور الذي كان حاضرا في جلسة مفتوحة يعني عبروا عن كل ما كان يعني عن أفكارهم بأنهم يريدون التغيير، يريدون العدالة، يريدون الحقيقة، تكلموا في كل المجالات. وبالتالي الآن نحن سنخوض المعركة على مستوى العدالة، على مستوى القضاء، على مستوى يعني لتحقيق دولة القانون إن شاء الله.
وفي ولاية البيض تعرض في ساعة مبكرة صباح اليوم المنسق الولائي للبطالين السيد شعنبي العربي مع زميله السيد يوسفي بوجمعة، إضافة إلى عضو من حركة رشاد في البيض السيد مقدم الشيخ، تعرضوا للاختطاف من طرف عدد من الأشخاص بالزي المدني، يعتقد أنهم من مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز المخابرات المعروف بالDRS، وهذا قبيل ساعتين من بدء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها من طرف المكتب الولائي للبطالين في البيض، وقد ذكرت مصادر مطلعة أنه قد تم اقتيادهم لوجهة غير معلومة. هذا وقد أغلقت السلطات كل الشوارع المؤدية لمكان الوقفة، كما منع المواطنون من الوصول إليها من طرف عناصر جهاز البوليس. وكانت قد نددت حركة المواطنة والحريات في ولاية البيض بهذا الاختطاف، وحملت مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز المخابرات مسؤولية ذلك، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختطفين. وفي سياق متصل، تعرض ابن المنسق الولائي للبطالين الذي يبلغ من العمر 16 سنة، تعرض للضرب المبرح من طرف أعوان الشرطة عندما حاول الاستفسار عن مكان اعتقال والده، وقالوا له أن والده مرتبط بدول أجنبية تحاول زعزعة استقرار الجزائر على حد زعمهم. هذا وقد أفادت آخر الأنباء التي وصلتنا للتو عن إطلاق سراح المختطفين على أن يقدموا غدا صباحا إلى وكيل الجمهورية. نعم، لقد تم اختطاف في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم النشطاء الثلاثة، وهم شعنبي العربي المنسق الولائي للبطالين وزميله يوسفي بوجمعة، إضافة إلى عضو من حركة رشاد وهو السيد مقدم الشيخ، وهذا قبيل ساعتين من بدء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن ينظمها المكتب الولائي للبطالين في مدينة البيض. مدينة البيض اليوم انتشرت فيها وحدات من بوليس القمع وعمدت إلى منع المواطنين من الوصول إلى الساحة التي كان من المقرر أن تحتضن هذه الوقفة، وتم غلق جميع الطرق المؤدية لها. الاختطاف هذا نفذته مجموعة من الأشخاص كانوا يرتدون الزي المدني، نحن نعتقد أنهم ينتمون لمكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز المخابرات، لأننا نعتقد جازمين، وكما يعتقد الكثير أو عامة الجزائريين، أن هذا الجهاز أي جهاز المخابرات هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحرك خارج الإجراءات القانونية المعمول بها، كما يستطيع أن يختطف المواطنين من الشوارع ومن منازلهم ويعتقلهم من دون المرور على الجهاز القضائي. بطبيعة الحال نحن في رشاد ندين بشدة هذا الاختطاف وكل هذه الممارسات التي تندرج في سياق الترهيب الذي لا يزال النظام المخابراتي يمارسه ويحاول عبره كسر الحراك المدني السلمي داخل المجتمع الجزائري. وفي سياق ذاته نتساءل اليوم لماذا النظام ولماذا السلطات والأجهزة الأمنية في ولاية البيض تسمح بوقفة احتجاجية مماثلة وفي نفس التوقيت في بلدية الأبيض سيد شيخ ولا تقمعها، وفي المقابل تقوم باختطاف وقمع المواطنين في عاصمة الولاية البيض، من تمنعهم من التعبير السلمي عن مشاكلهم. إننا نقول اليوم في حركة رشاد لهذه العصابة الحاكمة أننا ماضون في نضالنا من أجل التغيير السلمي لهذا النظام، وأن مسألة انتزاع الحقوق والحريات هي خيار ثابت في قناعاتنا ومبادئنا ورجعة فيه، وأن ثورة التغيير قد بدأت فعلا وهي اليوم في الشارع، والشعب قد بدأ يحتضنها ويتلقفها، وأن انعتاق الشعب الجزائري من حكم هذه العصابة المجرمة الفاسدة قد لاحت بشائره اليوم. تحياتي. ودائما مع ملف الاختطافات، وهذه المرة من بلدية بنيز منزر الواقعة بدائرة بني دوالة التي تبعد 15 كيلومتر جنوب ولاية تيزي وزو، حيث أورد مصدر صحفي تعرض شاب للاختطاف من قبل مجهولين ليلة الاثنين الماضي.
وكان الخاطفون حسب المصدر ذاته قد طالبوا أهل الضحية بفدية قيمتها 250 مليون سنتيم لقاء إطلاق سراحه، لترتفع بهذا الاختطاف حصيلة الاختطافات بولاية تيزي وزو إلى 73 ضحية منذ سنة 2005، آخرها كان الشاب علي لاسق من بني دوالة الذي لا يزال مختطفا منذ أزيد من شهر. أوردت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحا لبوتفليقة، وهو الأول منذ نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري فالدوغراس بباريس يوم السبت الفارط إثر تعرضه لجلطة دماغية. وقد أورد الرئيس في تصريحه أن صحته في تحسن وأنه سيرجع إلى الجزائر، كما عبر عن أسفه لعدم تمكنه من حضور نهائي كأس الجمهورية. وإذا كان هم الرئيس منصبا حول حضوره مباراة كرة قدم من عدمه، فإن التساؤلات لا تزال قائمة عن حقيقة وضعه الصحي والمنعرج الذي بدأت تدخله البلاد في إطار صراعات أجنحة السلطة، جناح الديرس والجناح الرئاسي. وفضلا عن استهجان الكثيرين للجوء كل مسؤول أولهم رئيس الجمهورية عند كل مرض أو وعكة صحية إلى مستشفيات أجنبية في مقدمتها المستشفى العسكري الفرنسي فالدوغراس في وقت يئن فيه مرضى جزائريون تحت وطأة ظروف تكفل صحي كارثية. فضلا عن ذلك إذن لا تزال التساؤلات والتذمر قائما حول استئثار مستشفى أجنبي وعسكري بملف الحالة الصحية لبوتفليقة. مفروض أنه كرئيس للجزائريين يعتبر وضعه الصحي مسألة سرية وشأنا داخليا، وإطلاع الجزائريين عليه واجبا وطنيا. أما إخفاؤه واستئثار الأجنبي بمعرفة أسراره فذلك في أدنى تقدير خلق لمبادئ السيادة الوطنية. وفي الأخير مشاهدينا الكرام نترككم مع بعض الصور الكاريكاتورية التي جاءت في صحافة اليوم. وقبل أن نفترق نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، وهي العناوين التي نستقبل من خلالها مشاركاتكم واقتراحاتكم وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار تلفزيون رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع والتعتيم، ولنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.